صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتني جدا ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. وزي ما وعدناكم المره اللي فاتت الطريقه اللي معانا النهارده هي ازاي تعمل ابديت لويندوز 11 لو انت عندك الاصدار القديم، ازاي تعمل ابديت للويندوز الجديد او الاصدار الجديد 22 اتش 2. والكلام اللي احنا هنتكلمه النهارده او الطريقه بتاعت النهارده للناس اللي مش مؤهله لتثبيت الويندوز اصلا، اللي الجهاز بتاعهم مش مؤهل لتثبيت الويندوز، يعني شريحه التي بي ام مش موجوده مثلا او السكيور بوت مش شغال عندك او المعالج بتاعك ضعيف. ولكن قبل الابديت انا بقول لك تستنى شويه لحد ما تشوف فيديو المميزات والعيوب اللي هينزل بعد ده على طول ان شاء الله علشان تقرر اذا كنت هتروح للنسخه الجديده ولا لا. ولكن الناس اللي مش مستنيه او مش عايزه تصبر علشان تشوف فيديو المميزات والعيوب ونفسها تجرب النسخه بنفسها، تابع معايا الفيديو ده هقولك على الطريقه اللي تعمل بيها ابجريد من النسخه الحاليه لاحدث نسخه من ويندوز 11 بدون ما تفقد ملفاتك. في البدايه كده هتبدا ان انت تنزل برنامج بي سي هيلث اللي هسيب لك اللينك بتاعه موجود في الوصف بتاع الفيديو، وتبدا ان انت تثبته وتفتحه بطريقه عاديه جدا علشان تشوف الجهاز بتاعك مؤهل لتثبيت الويندوز ولا لا. بعد كده هسيب لك ملف سي ام دي موجود في الوصف بتاع الفيديو تقدر تنزله وتبدا ان انت تفتحه ورن از ادمنستريتور. ولازم بعد ما يفتح معاك الملف يجيب لك كلمه انستولد بالاخضر. بعد كده بتبدا ان انت تفتح ملف الايزو اللي انت برضه هتنزله موجود عندي في الموقع او في البوت الخاص بالتليجرام. بعد ما تنزل الملف ده هتبدا ان انت تدوس عليه دبل كليك او تدوس عليه كليك يمين وتختار ماونت فيفتح معاك ملف الايزو عادي جدا. بعدها هتبدا ان انت تفتح ملف السيت اب الخاص بويندوز 11. وبعد ما يفتح معاك الملف الخاص بالويندوز هتبدا ان انت ما تدوسش على نيكست ولا حاجه، هتبدا ان انت تدوس على تشينج هاوس سيت اب داونلود ابديتس. هتبدا تظهر معاك صفحه ثانيه فيها اختيارين. اول اختيار ده لو انت عايز تعمل ابديت للويندوز الحالي بالابديتس والتعريفات الخاصه بالويندوز، بمعنى ان انت لو شفت الفيديو ده بعد نزول الويندوز مثلا بشهرين ثلاثه، الشهرين دول نزل فيهم ابديتس امان للويندوز، لو انت عايز تحدث الويندوز زائد ابديتس الامان دي بتختار اول حاجه. ولكن لو عايز نسخه 22 اتش 2 فقط بدون اي ابديتس هتختار ثاني اختيار واللي هو النوت رايت ناو. بعد كده هتستنى شويه حلوين ولما يخلص معاك الخطوه دي هتظهر لك شاشه ثانيه فيها زرار اكسبت هتدوس عليه. وبعد القائمه دي هتظهر معاك قائمه ثانيه فيها ثلاث اختيارات، طبعا انت خليك على اول اختيار لو انت عايز تعمل ابجريد بالبرامج والداتا والاعدادات الخاصه بيك، انما انت لو عايز تعمل ابجريد ولكن الويندوز فاضي خالص بتختار ثالث اختيار. فانت في حالتك دلوقتي وفي حالتي دلوقتي هختار اول اختيار عشان انا عايز اعمل ابجريد بالبرامج بتاعتي. وبعد ما تختار الاختيار ده هتدوس على كلمه انستول اللي موجوده من تحت دي، وبعد كده هتظهر معاك شاشه زرقاء فيها شويه تحميلات. بعد ما تخلص معاك هيبدا الويندوز يعمل ريستارت ويفتح معاك الويندوز الجديد بالاصدار الاخير. في الخطوه دي انت ما تعملش اي حاجه، سيب الجهاز يرستر حتى لو رستر مره واثنين وثلاثه لحد ما يفتح معاك الويندوز الجديد وتتاكد بنفسك ان الويندوز ده الاصدار الاخير 22 اتش 2. وفي نهايه الفيديو اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور المدونه الجروب الصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تتواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام والتيك توك. وعلشان تضمن ان حد يرد عليك من الصفحه عندنا مواعيد التواصل بتكون من الساعه 1 الظهر لحد 7 بالليل، والكلام ده كل ايام الاسبوع الا يوم الجمعه. فلو انت عندك مشكله اتواصل معانا في الوقت ده، ولو عندك مشكله بعد الوقت ده اكتب الرساله بتاعتك وان شاء الله هيترد عليك تاني يوم الساعه 1 الظهر. ولو المشكله بتاعتك مستعجله جدا تقدر تروح على جروب التليجرام تكتب المشكله بتاعتك وان شاء الله الناس هترد عليك وممكن حد من الادمن يرد عليك، ونفس الكلام برضه في الجروب الخاص بالفيسبوك.